نظم حزب مستقبل الوطن بمحافظة بورسعيد مؤتمرا جماهيريا حاشدا بحضور أبناء المحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة. ورفع المشاركون من الجماهير صورا ولافتات مؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، كما تم ترجمة كلمات المؤتمر بلغة الإشارة. هذا وجدد الآلاف من أبناء بورسعيد تأييدهم للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة التنمية ومواجهة المخاطر التي تحيط بالوطن والأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم كله. النهاردة شعب بورسعيد بيوجه رسالة لكل مصر في الحشد الكبير دوت، بنقول احنا وراك يا ريس، وانا بطلب من كل الشعب المصري ان احنا حضرنا مؤتمرات كتير جدا في الفترة اللي فاتت، بس انا بقول اهم حاجة النزول ان شاء الله يوم 10 و11 و12. المشاركة في الانتخابات واجب ديني وواجب وطني، على الجميع ان يكون ايجابيا في العملية الانتخابية، لان ده مستقبل وطن وامانة عند كل واحد ان هو يشارك بصوته ويذهب الى صندوق الاقتراع. هننزل ان شاء الله يوم 10 و11 و12 دعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكره على كل حاجة عملها في مصر.